حياكم الله مشاهدينا الكرام، متواصلين معاكم في برنامجكم اليومي ترحيب تحت رعاية سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع. أقامت القوات المسلحة القطرية في هذا الأسبوع حفل ختام مسابقة المشاة لهذه السنة. نعم، وقد فاز في المرتبة الأولى وحدة الشرطة العسكرية، وحل في المركز الثاني وحدة موسيقى القوات المسلحة. أما اللي جاءوا في المركز الثالث فهي وحدة القوات البحرية الأميرية. نعم مشاهدينا، خلونا نشوف كيف يكون هذا الانضباط والنظام والخطوة المتناسقة في هذا التقرير. بسم الله الرحمن الرحيم، نحتفل اليوم بختام مسابقة تدريب المشاه بالقوات المسلحة القطرية. شارك في هذه البطولة عدد من القوات والأسلحة والوحدات. هناك توجيهات ورعاية كريمة من سيدي اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع، وتوجيهات ودعم من سيدي سعادة رئيس الأركان للقوات المسلحة حول دعم هذه البطولة، حيث تعتبر المشاة المرحلة الأولى لكل منتسبي القوات المسلحة. هذه تختلف عن البطولة السابقة. أولاً من حيث العدد، العدد السابق كان 25 إلى 26 فرد، اليوم 50 فرد، يعني الضعف. هناك اختلاف ثاني هو الدعم المالي، في هناك دعم مالي من اللجنة المنظمة العليا للاحتفالات باليوم الوطني، دعم الفرق الفائزة والفرق المتميزة. حقيقة عند تشكيل لجنة المشاة تم اختيار أعضاء هذه اللجنة من الضباط الأكفاء الذي لهم خبرة طويلة في المشاة، وتعتمد على تنفيذ حركات المشاة الأساسية بالشكل الصحيح بالشكل المطلوب. حتى أضفنا هذه السنة كمان من ضمن الإضافات اللي هي البطولة الاستعراض، حيث هذه تعتمد على المهارات الفردية للأفراد بالفصيل الواحد، حيث يقوم الفصيل الواحد بتنفيذ عدة حركات متتابعة من المشاة وتطبيقها. ومثل ما شفتم أنتوا كان المستوى حقيقة أشاد به الجميع وأشاد به راعي الحفل هذا اليوم اللواء الركن مبارك مسعيد الخيارين مساعد الرئيس الأركان للتعليم. والله مسابقة متميزة، السنة فيها تغيير في العدد وفي كمية الوحدات اللي شاركت، وحقيقة أنت تعرفون أن المشاة بالنسبة لنا كجيش هي التدريب الأساسي الأول للفرد. تعاون الفريق الواحد والمجموعات وتوزيعهم والأدوار، هذا يساعد في العمل العسكري وقت الحاجة. مبروك للفرق الوحدات اللي فازت، إن شاء الله نتأمل أن السنوات القادمة نشوف وحدات جديدة بعد. متواصلين معكم مشاهدينا وحياكم الله في برنامج ترحيب. مشاهدينا، من نشاطات قواتنا المسلحة الباسلة إلى مجموعة من النشاطات التربوية والتعليمية، واللي نبدأها مع المنتدى المهني للطلاب القطريين اللي نظمته السفارة القطرية في العاصمة الأمريكية
واشنطن. وشهد هذا المنتدى مشاهدينا إقبالا كبيرا من قبل أبنائنا الدارسين في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت بالطبع قناة الريان حاضرة أيام المعرض، وراح نشوف معاكم مشاهدينا تقرير عن يوم الختام اللي صار في هذا المعرض. اختتم المنتدى المهني للطلاب القطريين فعالياته أمس بحفل عشاء رسمي نظمته السفارة القطرية في العاصمة الأمريكية واشنطن بحضور سعادة وزير التعليم والتعليم العالي محمد بن عبد الواحد الحمادي وسعادة السفير الدكتور محمد بن عبد الله الرميحي وعدد من الشخصيات، إضافة إلى جمع من طلبتنا الدارسين في جامعات أمريكا. وابتدأ الحفل بعرض لفن الرسم على الرمل للفنانة العالمية أريكا تشين، ثم ألقى معالي وزير التعليم والتعليم العالي كلمة ترحيبية بالحاضرين، مبدياً إعجابه وتأييده لمثل هذه المعارض التي تصب في خدمة الطالب القطري. أنا سعيد جداً بانعقاد هذا المنتدى المهني للطلاب القطريين المبتعثين للولايات المتحدة. أتاح لنا إحنا كمجلس التعليم فرصة ذهبية في أن نلتقي بالطلاب من كل الولايات اللي في أمريكا، وقد يكون من الصعب جدا تجمعهم بغير يعني هدف مثل هذا الهدف اللي هو إتاحة فرص العمل اللي موجودة في قطر. التنظيم لهذا المنتدى كان رائع جدا، والعروض اللي قدمت الحقيقة من شركات ومؤسسات ووزارات ريادية في البلد، فهذه فرصة ذهبية للطلاب أيضا أنهم يعني يتعرفوا على المجالات المختلفة، ويتعرفوا أيضا على نماذج من الشباب القطري الطموح اللي وصل إلى أعلى المناصب في هذه المؤسسات والشركات. وأعرب سعادة الوزير عن شكره للشركات التي تساهم في دعم الطالب القطري. أما سعادة السفير فقد شدد على ضرورة تكرار مثل هذه المؤتمرات سنويا. نعود إلى أرض الوطن مشاهدين الكرام، حيث نظم معرض قطر الدولي الرابع للجامعات، والذي نظمه هيئة التعليم العالي بالمجلس الأعلى للتعليم تحت عنوان نحو التنوع لتحفيز الابتكار والإبداع. التفاصيل في هذا التقرير. معرض السنة هذه هو رابع معرض للجامعات يقيمه المجلس الأعلى للتعليم. السنة هذه شارك في المعرض أكثر من 90 جامعة محلية ودولية، بالإضافة إلى عدد من جهات التوظيف وجهات اللي تقدم برامج رعاية للطلاب، أيضا مجموعة من المؤسسات ذات اللي تقدم خدمات مساندة على سبيل المثال إرشاد طلابي ومساعدة الطالب في اختيار مهنته أو الجامعة اللي يرغب بالتحق بها في المستقبل. يهدف المعرض إلى التوعية من خلال إنشاء حلقة تواصل بين هذه المؤسسات والطالب، أيضا من خلال ورش العمل والمحاضرات المجدولة من خلال جدول الفعاليات المصاحبة للمعرض. أيضا يهدف المعرض إلى تسهيل عملية حصول الطالب على قبول، حيث أن معظم هذه المؤسسات جاية اليوم وجاية بشروط القبول والتواريخ والإجراءات كلها معها، مع أيضا استمارات التسجيل وما إلى ذلك، فالطالب بدل ما يبدأ يراسل كل مؤسسة تعليمية يعني على حدة، هو هنا قدام 90 مؤسسة تعليمية يختار إيش اللي يتقدم لها من خلاله. Yes, I'm absolutely delighted that there are so many British universities participating in the International College Fair here today in Doha. We have 46 British universities represented, and that's absolutely as it should be, because more Qatari students go to British universities than they do to any other country abroad. And Great Britain is very proud of its educational relationship with Qatar, which is long-standing
growing all the time and very important to both countries. احنا مسمتنا في جامعه قطر احنا يعني اداره القبول اللي حاضر في هذه الملتقى متمثلين في برامج البكالوريوس وبرامج الدراسه العليا نوفر للطلاب اللي حابين يلتحقون بهذه البرامج ونعرفهم على شروط القبول للبرامج البكالوريوس والدراسات العليا. والله حاب ان اولياء الامور والطلبه ما يفوتون فرصه زياره المعرض هذا، لديهم فرصه التقاء مباشر بالجامعه اللي ممكن الطالب يدرس فيها، فولي الامر يقدر يتكلم مع مسؤولين القبول، الطالب نفسه يتكلم مع مسؤولين القبول في هذه الجامعة. المدارس مجدولة زيارات لأبنائها في الفترة الصباحية، لكن الفترة المسائية مفتوحة للجميع، بالإضافة إلى الفترة الصباحية أيضا مفتوحة لأولياء الأمور أو للجميع لمن يرغب في الاستفادة من هذا المعرض، فأحثهم على عدم تفويت هذه الفرصة. متواصلين معكم مشاهدينا ونصل إلى فعاليات أولمبياد قطر الوطني للروبوت 2013 واللي اختتم مطلع الأسبوع وشارك فيها أكثر من 200 فريق مدرسي يمثلهم نحو 500 طالب. خلونا نشوف مشاهدينا هذا التقرير عن هذا الحدث. برنامج احنا متفقين مع نورث اتلانتيك مع قطر البترول طبعا والمجلس على التعليم لمده 3 سنوات السبونسرشيب. المقارنه بالعام الماضي هذه السنه الثانيه، المقارنه بالعام الماضي انا جدا جدا فخور باللي شفته اليوم، العدد تضاعف عشرات المرات سواء من الطلبه سواء من تشجيع ولاء الامور. احنا هدفنا طبعا الاتجاه العلمي، اتجاه التكنولوجيا، اتجاه المعرفه، اتجاه العلمي، الهندسه. أولمبياد قطر الوطني للروبوت 2013 هو مسابقة تحدث كل سنة، هذه المرة الثانية تحدث في قطر، فميرسي قطر بترول هو الراعي لهذه البطولة، وعدد المشاركين في هذه المسابقة حوالي 500 طالب وأيضا بمقارب حوالي 200 فريق. هذه المسابقة تهدف تشجيع طلابنا في المجالات العلمية والرياضيات والعلوم والتكنولوجيا. احنا طبعا ارسلنا انفيتيشنز، في النهاية الطلاب جو، كل الكوتشز في كل مدرسة حطينا لها كوتش، الكوتش تحت 4 أو 3 طلاب، فكل كوتش خذ على تدريب لمدة 2 شهر في كلية شمال أطلنطي، فعشان يعرف البروسيجر الأشياء اللي بمر عليها. طبعا المرحلة المنافسة نفسها راح تكون على 3 مراحل، احنا طبعا عندنا 2 كاتيجوريز بعد، طبعا الكل يعرف ان عندنا الريجل كاتيجوري اللي نعطيهم التاسك، وعندهم الاوبن كاتيجوري. الاوبن كاتيجوري انت وابداعك، نعطيك ثيم معين تمشي عليه وانت وابداعك. احنا الحين مشاركين في مسابقة قطر المفتوحة للروبوت، وهم طالبين من المسابقة يعني ان احنا نقدم فكرة الروبوت يكون بروموتد او يكون يعني بروتكتد لاي ليجاسي او هيرتج في العالم. فاحنا قلنا يعني كطلاب قطريين او كطلاب يدرسون في مدارس قطرية، ليش ما نقدم الهيرتجز اللي عندنا في دولتنا؟ ليش يعني نروح لهيرتج ثاني؟ فمن هذا المنطلق حبينا نعزز يعني الهيرتج القطري تحديدا في رقصة العرضة. يذكر مشاهدينا أننا كنا قد استضفنا هنا في الاستديو الطالب سعود عبد الرحمن المالكي من فريق مدرسة طارق بن زياد، واللي طبعا حققوا مع زملائه المركز الأول في الأولمبياد الوطنية للروبوت على مستوى الدولة في منافسات الفئة المفتوحة.
نعم، وتأهل الفريق لتمثيل قطر في أولمبياد الروبوت العالمية اللي راح تقام في جاكرتا في إندونيسيا منتصف نوفمبر 2013. نتمنى لهم التوفيق ويمثلوننا خير تمثيل بإذن الله. اللهم آمين. اللهم آمين. ننتقل مشاهدينا إلى نشاطات الدفاع المدني على هامش معرضه الرابع، فقد أقام مجموعة من الأنشطة والفعاليات ومنها خيمة أقيمت قرب سوق الذهب في سوق واغف، وهدفت هذه التوعية إلى التوعية المنزلية للأولاد بالإضافة إلى الألعاب الترفيهية. خلونا نشوفها في هذا التقرير. الخيمة هذه طبعاً قائمة فعالياتها على هامش معرض ومؤتمر الدفاع المدني الرابع، اللي هو الهدف الأساسي هو نشر التوعية لشرائح المجتمع، والفكرة الثانية هي الترويج للمؤتمر اللي راح ينعقد تاريخ 11/11. طبعاً الخيمة هناك طبعاً تشمل إلى 8 أجنحة، 4 منها ترفيهية تعليمية، والباقي طبعاً اللي هي التصوير والرسم والحنة. توين ان الاطفال ياخذون حتى لو كان فكره بسيطه هي عمليه الاخلاء وعمليه انقاذ المصابين اذا وجدوا داخل المنشاه، وشلون طريقه نقلهم طبعا بوقت معين بالسرعه، والسرعه مطلوبه طبعا عندنا كرجال الدفاع المدني. احنا اليوم في سوق واقف في خيمة الدفاع المدني، جينا بالتعاون مع حملة دلني على فترة 2 تعزيز الهوية الوطنية والهوية الإسلامية، جينا للتعرف على قوانين الأمن والسلامة في البيت، وتعلمنا كيف ان احنا نطفي الحريق اذا صارت حريقة صغيرة او اذا صارت كبيرة، كيف ان احنا نتوجه خارج البيت نتصل بالدفاع المدني، وتعلمنا ايش الاشياء الاغلبيه اللي تسبب حريق في البيت. لعبنا العاب ترفيهيه تساعدنا على معرفه كيف نخرج من مخارج طوارئ للحريق، تعلمنا هنا واستفدنا. كان هناك ايضا جوائز على هذا، كما ان هناك العاب مثل المتاهه إذا تعرفنا كيف يمكن أن نساعد شخص طارئ في الحريق. ومن نشاطات الدفاع المدني إلى النقل الجوي، حيث تم افتتاح فعاليات الجمعية العامة 46 للاتحاد العربي للنقل بدعوة من الخطوط الجوية القطرية. وشارك في هذا الحدث أكثر من 300 من قادة صناعة الطيران المدني في العالم العربي والدولي. خلونا نشوف هذا التقرير. الإنجازات القطرية تتكلم عنها، هذا الحدث المهم يضاف إلى إنجازاتها. الآن مجتمعة جميع الدول العربية في الاتحاد لإضافات جديدة في مجال الطيران. دور قطر لدعم الجمعية دور كبير جدا، مساهمين فيها من القطرية من الطيران المدني مساهمة فعالة، وحضور هذا الجمع والحشد الكبير يدل على مدى اهتمامنا بهذا الموضوع. القطرية غنية عن التعريف، 131 جهة الآن وصلت إليها، وستحمل الهوية القطرية في الخطة الاستراتيجية القادمة إن شاء الله إلى كل مكان. الخطوط الجوية القطرية هي ثانية أكبر شركة طيران عربية بالنسبة لحجم الأسطول، عدد المسافرين، بالنسبة للانتشار في العالم. ولا شك أنه وجودنا هون هو عملية استفادة متبادلة، من ناحية اعتراف عالمي بدور قطر وما تقوم به، ومن ناحية ثانية الاستفادة من هذا الجو الإيجابي في عملية التنمية وإفساح المجال أمام النقل الجوي أن يلعب دوره الطبيعي في ربط الناس في كل مكان في العالم.
وفي مجال آخر افتتح سعادة الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة معملا جديدا للبحوث في المياه، وذلك بمركز شل قطر للبحوث والتكنولوجيا. ويأتي هذا الحدث مشاهدين الكرام في إطار فعاليات معرض شل للتكنولوجيا والابتكارات. المزيد في هذا التقرير. اليوم طبعا كان في افتتاح لبرنامج يعنى بالأبحاث في مجال المياه، وخصوصا إعادة استخدامها من المصانع المختلفة. قامت شركة شل مشكورة بفتح هذا البرنامج في واحة العلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع الجميع، قطر فاونديشن وقطر للبترول، وإحنا حقيقة ندفع بمجال الأبحاث في قطر، وخصوصا الأبحاث اللي تهم المجتمع واللي تهم الصناعة والاقتصاد في قطر. طبعا احنا اليوم نتابع ما بدأنا المعرض بالأمس، معرض قطر شل للتكنولوجيا. اليوم الحدث الرئيسي طبعا افتتاح مختبر الماء، وهو احد الإضافات اللي أضفناها احنا في الأبحاث عندنا، ومركزين تماماً على أن كيف نحسن عملية معالجة المياه في الصناعة. وخلال هذا المختبر اللي افتتح اليوم سعادة الوزير راح نقوم باختبار كثير من الأفكار. الهدف الرئيسي أنه يكون في تحسين تطوير للماء، أيضاً تقليل عملية اللي هو المواد اللي قاعد تخرج ضارة من المياه، تقليل المواد الكيميائية اللي مستخدمة على أساس نقدر نعمل تنظيف أكثر للماء. ايضا بالامكان ان في المستقبل الان يكون عندنا برنامج واضح لتطوير القدرات الوطنيه ان يجون يشتغلون في المختبر عندنا هنا. واحد من الاهداف الرئيسيه ولا من المشاكل اللي تعاني منها قطر ودول المنطقه هي المياه، فواحد من مناطق البحوث اللي بنتوقع الناس تشتغل عليها هي توفير الامان في مجال المياه، من ناحيه انتاج، من ناحيه تخزين، ومن ناحية ترشيد الاستهلاك. بعد الفاصل مشاهدينا راح نتابع الاستعراض الجوي الرائع لفريق السهام الحمر التابع لسلاح الجو الملكي البريطاني.